أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات. ارفع صوتك وقلل الموت ولا البدلة. الموت ولا البدلة. أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حوار الانتخابات. نحن اليوم هنا متواجدون في جامعة البوليتكنيك في محافظة الخليل لنتحدث أكثر عن الانتخابات ورأي الشباب الفلسطيني في قضية الانتخابات وممارسة العملية الديمقراطية. أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ خليل عمر عميد شؤون الطلبة في جامعة البوليتكنيك. أهلا بك أستاذ خليل. وأيضا أرحب بالشاب محمد أبو دبوس رئيس اتحاد مجلس الطلبة في جامعة بوليتكنيك الخليل. أهلا بكم. وأيضا أرحب بضيوفي الكرام من الشباب والشابات معنا هنا في هذه الحلقة. نبدأ الحوار معك أستاذ خليل، إذا ما تحدثنا بداية عن مفهوم الانتخابات برأيكم من وجهة نظر الشباب، كيف عم بتشوف موضوع الانتخابات؟ بداية نتحدث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإحنا بنعرف أنه في جيل جديد من الشباب ما عمره مارس العملية الانتخابية ولا عمره شارك في العملية الانتخابية، كيف بتشوف هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في رحاب جامعة بوليتكنيك فلسطين مع هاي النخبة المميزة من طلبتنا. حقيقة الانتخابات هي حق من حقوق الناس بشكل عام، حق من حقوق الشباب على أساس أنهم هم أداة التغيير الأساسية، حق من حقوقهم إلى أن يصلوا إلى مراتب وإلى مواقع مسؤولية يتمكنوا من خلالها من تغيير واقعهم، يتمكنوا من خلالها من وضع رؤية تنموية في البلد، من إجراء التغييرات التي تتناسب مع سرعة التطور على مستوى مجتمعات والعالم بشكل عام. إحنا كفلسطينيين بالتحديد لنا قضية وطنية وقضية سياسية، مهم جدا كمان أن يكون آراء أو تترجم آراء الشباب في موضوع القضايا الوطنية اللي هي تتعلق بالتحرير والقدس واللاجئين والأسرى وخلافه من هاي القضايا اللي هي محور حياتنا بشكل عام. اليوم قديش عم بتشوف الشباب الفلسطيني حاضر في مراكز صنع القرار؟ عم بتشوف في تمثيل للشباب؟ هل الفصائل والأحزاب تتحمل مسؤولية إنه فيش حضور شبابي، ولا الشباب كمان على عاتقهم هاي المسؤولية؟ وبس خلينا صوتك إذا سمحت تكون مرتفع شوي. لا، هو بصراحة إحنا تمتاز الحركات الوطنية عندنا في البلد والتشكيلات الحكومية تمتاز بالشيخوخة
يعني الفئة العمرية عالية الناس اللي، وبالتالي في غياب، بديش أقول غياب مطلق، لكن في غياب حقيقي عن تمثيل، على اعتبار أنه إحنا مجتمع شاب. يعني إحنا حسب معلوماتي أنه تحت 45، يعني أكثر من 50% من مجتمعنا أو 60% من مجتمعنا تحت 45. فئة الشباب تحت 25 أيضا نسبة ثلث السكان، وبالتالي مش مخدين حقهم الأساسي في التمثيل وفي ترجمة رؤيتهم للمستقبل للبناء بشكل طبيعي. هذا الحكي أنا بصراحة يعني بحمل مسؤولية في إلى الحركات السياسية والوطنية اللي مش معطيتهم هذا الهامش أو هذا المدخل حتى تطوير الأداء الحركي والوطني في طيب المسلسل. خلينا نسمع من محمد. محمد، كونك يعني رئيس مجلس طلبة وأكيد أنت منخرط كثيرا في قضايا الشباب ومشاكلهم وهمومهم، بداية قديش اليوم أنت بتشوف الشباب الفلسطيني محروم من أنه يكون عنده تجربة خوض الانتخابات بالحديث عن المشاركة أو حتى بالاقتراع؟ احنا نعرف أنه آخر انتخابات تشريعية صارت في العام 2006 وآخر انتخابات رئاسية في العام 2005، وبنعرف أنه في العام 2021 كنا قريبين من أنه يصير في انتخابات، لكن إصرار الاحتلال على عدم إجراء الانتخابات والسماح في القدس دفع بالرئيس لإصدار مرسوم بتأجيل هذه الانتخابات. قديش اليوم الشباب متعطش لموضوع الانتخابات؟ طبعا في البداية بنرحب فيكو في جامعة بوليتكنيك فلسطين، وبنرحب بطلابنا الأعزاء اللي موجودين وبيشاركوا معنا في جلسة الحوار. طبعا يعني موضوع الانتخابات او حق الانتخابات هو حق لكل فلسطيني متواجد على الاراضي الفلسطينيه، وحقه يختار مين يمثله في قياده الدوله وقياده مؤسساتها. يعني احنا الشباب اكيد كلها حابه تدلي بصوتها ورايها ويكون لها موقف واضح في موضوع الانتخابات ومين يمثلها. يمكن احنا محرومين كشباب، ويعني انا باكد على موضوع انه احنا محرومين من أنه نكون موجودين في صنع القرار. يعني إذا لاحظنا آخر انتخابات زي ما تفضلت كانت في 2006، ومعظم الجيل اللي كان موجود لم يشارك بالتصويت فيها، وهو حاليا في 2021 كان بالإمكان أن يكون ضمن هذه القوائم. ولاحظنا في كل القوائم اللي صارت يعني تمثيل الشباب يكاد أن يكون معدوم، وحقنا نكون موجودين وعندنا الخبرة وعندنا القدرة أن نقود. وأكبر دليل على اللي بيصير في داخل الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، الانتخابات سنوية والشباب اللي بتكون موجودة وهي ممثلة عن كافة الفصائل أو عن كافة الأطر، وهي ذراع طلابي لكل الفصائل اللي موجودة. فانتخابات 2022 اللي صارت السنة في البوليتكنيك في قيادات شابة تمثلت ومثلنا الأخوات والشابات والشباب، وعندهم القدرة أنهم يكون في لهم مواقف خارج أسوار الجامعة. يعني أي قضية بتمس المجتمع المحلي أكيد في للشباب دور واضح وصريح، وبشاركوا وبنخرطوا في الأعمال كلها بعيدا عن موضوع الجامعة. هي الجامعة مرحلة لا حتى ينتقل منها الشباب من دورهم النقابي داخل الجامعة ينتقلوا للمؤسسات. يعني إحنا بنتمنى أن يكون في إنه دور واضح في الأيام الجاية، يكون دورنا فعال وإحنا عندنا القدرة أن نكون. وطلبنا في هذا الموضوع، يمكن أنا ده بدي أحكي على القوائم التشريعية، كان في جزء بسيط تمثل من الشباب ومش المطلوب في حركة فتح اللي كانت موجودة. يمكن في الأرقام والترتيب كان دورهم يعني مثلوهم، بس الترتيب ما كان منصفهم، وحتى تمثيلهم في القائمة كان غير منصف، بس يعني تمثل. إحنا مش هذا اللي بنطالب فيه، بنطالب في الفئة العمرية اللي تقود. يعني انت بتحكي عن فئة 25 لل 35 وقد تصل لل 40 غير ممثلة، وهي ما بيعتبروها شباب. احنا بيعتبروا الشباب عندنا 40 45 و 50 وطلع، هاي الشباب. احنا كل احترام يعني الخبرة في الاعمار اللي متقدمة مطلوبة والاساسية تكون موجود، بس برضو يمثل الشباب. محمد، انت ممثل حركة فتح صح؟ صحيح، انا رئيس مجلس اتحاد طلبة اختيار حركة الشباب الطلابية كونها فازت في انتخابات مجلس اتحاد انت الطلبة. راضي عن تمثيل الشباب في حركة فتح؟ لا اكيد مش راضي. شو دوركم يعني في قديش لما انت بتلقي بقيادات ومسؤولين في الحركه، قديش في نقاش داخلي داخل حركه فتح؟ وبطبيعه الحال اكيد في الاحزاب الاخرى، لكن بما انك انت بتمثل الحركه، قديش في نقاش اليوم داخل حركه فتح بموضوع انه لازم يكون في حضور اكثر للشباب؟ يعني هو النقاش دائم يعني غير منقطع في كافه الاجتماعات اللي بتصير، النقاش موجود. والتمثيل يعني خلينا نقول في داخل الاطر الحركيه في تمثيل للشباب. يعني في عندك سكرتاري عام الشبيبة في الوزارات، في هاي المؤسسات اللي بتمس الحكومة صار في تمثيل. يعني في آخر 4 سنين أنا لاحظت هذا الإشي،
وشفت شباب من اللي كانوا معنا في الجامعات اتمثلوا في مواقع حساسة داخل الوزارات. خلينا نقول انه شرارة التغيير في تمثيل الشباب بلشت يعني من 4 سنين احنا لاحظناه. يمكن تكون مش المطلوبة للشباب اللي شايف عنده فكر وشايف عنده قدرة وشايف عنده طاقة انه يبني هاي المؤسسات، لانه احنا وجدنا عشان نبني هاي المؤسسات ونحافظ على هاي المؤسسات اللي نتصل فيها لمرحلة التحرير. يعني التغيير موجود وجذري، يعني احنا لمسينه انه في الشباب هي بلشت تكون في مناصب حساسة داخل الوزارات وداخل الأطر الحركية. طيب خلينا اسمع من الشباب والصبايا، في سؤال بدي اوجهه لكم بشكل عام. قديش انتم اليوم كشباب وصبايا راضيين عن حضور الشباب في مراكز صنع القرار؟ قديش بتشوف اليوم في فرصة للشاب انه يوصل ليتخلط منصب، ان كان منصب سياسي او حتى منصب في شركة او حتى في حزب؟ اليوم بتشوف الشباب مخدين هاي الفرصة ولا مش مخدينها؟ والجزء الثاني، هل الشباب برأيكم بتحملوا كمان مسؤولية ولا لا؟ شهد عوضات، طالبة في جامعة بوليتكنيك فلسطين. الشباب الفلسطيني شباب قادر، عنده مهارات وإبداعات، ولكن المشاركة الشبابية في المجتمع نكاد نفتقدها. وهون يمكن برجع الدور للمؤسسات. يعني بنشوف مثلا كتير، ليش ما بنشوف الشباب مثلا هو رئيس قائمة انتخابية؟ ليش يعني مثلا إلا يكون في الرقم 5 ولا 6 ويمكن يطلع ما يطلع في الانتخابات، على الرغم من أنه شبابنا الفلسطيني قادر، بس بده حدا يعطيه الفرصة علشان يقدر أنه يساعد. يعني أنت بتعتبري أنه المسؤولية أكثر للمسؤولين اللي بتحمل المسؤولية مش للشباب؟ لا، الشباب قادر ولو أعطيته الفرصة لأبدع. أستاذ خليل، اليوم لما بنحكي، وهذا السؤال كنا موجهينه للشباب، لما بنحكي عن، هل تعتقد أنه الجيل القديم واللي لازال موجود على رأس الأحزاب والفصائل مش عم بثق بالشباب ليعطيه فرصة، ولا الشباب بتحمل مسؤولية؟ والله هي الجانبين. يعني بصراحة بس أنا يعني معلومة أتذكرها في الانتخابات التركية، الرئاسية التركية، في الإعادة في خلال أسبوعين ما بين الجولة الأولى والثانية، كأني سمعت أنا بالإخبار أنه 80 ألف شاب دخل سن الانتخابات في الأسبوع، يعني ما بين الجولة وكانوا مؤثرين، وكانوا طبعا مؤثرين بالتأكيد. بصراحة يعني لما نيجي نحكي إحنا في أسبوعين 80 واحد، يعني بنسبة معينة إحنا بنحكي عن 20 سنة أو 17 سنة لم تجري عنا انتخابات تشريعية ورئاسية ليشارك الشباب، لدرجة أنه في ناس كثير يعني نسي أنه في شيء اسمه انتخابات، بس بنسمع بالأخبار. حقيقة إحنا مثلا بالجامعة، يعني أغلب الجامعات تمارس فيها الانتخابات بشكل دوري، انقطعت في فترة لظروف يعني صحية أو إلى آخره، لكن شغالين فيها، وبالتالي هذا الشباب توقين للمشاركة في الانتخابات وفاعلين وأنجزوا على سبيل المثال في البوليتكنيك انتخابات غاية في النزاهة والديمقراطية، وكانت مشاركتهم مناسبة ومنيحة وأثبتوا وعي وإلى آخره، وتجاوزوا كل الخلافات في هذا الموضوع. الآن مسألة الثقة وعدم الثقة واضح أنه يعني اجتماعي، لما نحكي بفلسفة علم اجتماع علم نفس، بالتأكيد اللي على مقاعد السلطة طوعا ورغبة نادرا خايفين على الكراسي؟ نادراً ما يروح باتجاه هاي التحولات. يعني هذا شيء طبيعي، يعني خلينا نقول سلوك طبيعي، ما لم يكن هنالك حراك اجتماعي، حراك شبابي يفرض ذاته، يفرض أجندته، يفرض نفسه. إنه أوكي ماشي، في إشكالية في الوطن، بس كمان إحنا جزء من الحل في هذا الوطن، وإحنا نتحمل مسؤولية في إنه إحنا مغيبين. نعم، المسؤولين بتحملوا مسؤولية في أنهم هم مش حاضرة الذهنية الديمقراطية المطلقة في هذا المجال وفتح المجال، وبالتالي أعطيني فرصة وبعدين أثق فيه وبعدين حسبني، شوف أني أنا أهل للثقة ولا مش أهل للثقة. في نفس الوقت إحنا كشباب، أنا باعتبار من الاختياري، لا أكيد طبعا من الشباب طبعا أكيد، بس الشباب نعم بتحملوا دور، لأنهم يجب كمان أن يكون لديهم حراك. وبنحكيش هون عن حراك خشن، يعني حراك ناعم من خلال تجمعات، من خلال حراك سلمي لفرض ذاتهم. طيب خلينا أسمع من محمد. اليوم الشباب برأيك فقدوا الثقة بدورهم في التأثير في المجتمع؟
هل الأولويات بالنسبة للشاب تختلف اليوم؟ يعني ما بين إنه شاب بده يتخرج، ما بين بده يكون مستقبله، ما بين بفكر شو بده يلاقي وظيفة أو ما يلاقيش وظيفة، ما بين إنه بده يكون حاضر بده يشارك سياسيا. هل الظروف الحياتية والاجتماعية ضغط على أفكار الشباب باتجاه العمل السياسي؟ يعني هي مش يعني خلينا نقول نوعا ما الظروف الاقتصادية اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني بشكل عام تجبر بعض الشباب انه يتوجه للعمل حتى يبني حاله. يعني بشكل اولي الهم الاول عندنا كشباب موجودين في هذا المجتمع انه بدنا نأسس حالنا لمراحل حياتية، لبناء أسرة، لبناء حياتنا، عملنا. هاي الترتيبات هي بتكون في القاعدة الأولى، بس الفرصة انه تتاح لنا في انه نكون في هاي المناصب او في مواقع صنع القرار اكيد ما حدا بتخلى عنها. يعني انت تطلع الشغف اللي موجود داخل الجامعات ونسبة التصويت اللي بتصل في الجامعات بتوصل 60 و65 وتكاد ان تصل 70%، يعني في البوليتكنيك يمكن وصلت 70% نسبة التصويت. هذا دليل على انه الشاب الفلسطيني او الشاب الفلسطيني في عنده رغبه في اختيار مين يمثله. يمكن هو يكون مؤثر في هاي الفصيل او هاي الاطار الطلابي انه هو بده يصنع القرار، بس في النهايه الاطار الطلابي بيمشي ضمن سياسات الطلاب، يعني بيمشي في مصلحه الطلاب. والجامعات الفلسطينيه ان هي مقياس ومراه للشارع الفلسطيني. يعني احنا لو بدنا ننتقل لكافه المناطق باي انتخابات بتصير في اي مؤسسه او في نقابات بتشوف انت شغف الانتخابات شيء بياخذ صدى مش طبيعي. احنا قد يكون الوضع السياسي عندنا انه ما جرت انتخابات تشريعية لعدم السماح في اجراء الانتخابات في القدس، وهذا يعني اشي اكيد احنا بنقدره انه احنا بدون القدس مش اشي، واكيد احنا متأكدين انه القدس عاصمة فلسطين وبدونها ما بنروح على الانتخابات. تمثيلنا في هاي الامور اكيد لو انا كشاب موجود في الشارع الفلسطيني تتاح لي الفرصة للقيادة اكيد راح ابدع، واحنا متأكدين انه انا كشاب راح يكون في طاقم كامل من الشباب معي لوضع خطط ونتشاور في افكارنا ونتحاور بهاي الافكار انه وين احنا نصل في الشباب. دور القيادة اللي موجودة أكيد إحنا يعني بنقول الله يعطيهم ألف عافية والحمل اللي موجود عليهم في كافة الفصائل، ما نذكر فصيل عن فصيل، أكيد دورهم أساسي ووجودهم أساسي لخبرة لخطواتهم يمشين فيها للتحرير بوجود القدس عاصمة أبدية لفلسطين. هاي إحنا يمكن تطلعاتنا تكاد تختلف منهم من شخص لشخص، من الشباب للجيل الأكبر منه، بس إحنا متأكدين إنه الشباب واعد والشباب عنده القدرة إنه يوجز والشباب حاب يكون، بس هي تطلعات الحياة اللي موجودة والظروف اللي موجودة هي اللي بتأثر في هذا الموضوع. طبعا إحنا لازم نشير طبعا إنه إحنا رغم هذا المشهد فيما يتعلق بحرمان الفلسطينيين أو يعني عدم ممارستهم لموضوع الانتخابات منذ 17 عاما، لكن في الضفة الغربية لا تزال انتخابات الهيئات المحلية قائمة، لا تزال انتخابات مجالس الطلبة قائمة، لكن للأسف في قطاع غزة يحرم الشباب من ممارسة حقه في اختيار الممثلي في الجامعات في قطاع غزة، وكذلك يحرم أيضا المواطنون في قطاع غزة من اختيار ممثليهم في الهيئات والبلديات. نتمنى أن تكون هناك فرصة قريبة لإجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة. أستاذ خليل، عودة مرة أخرى إليك في الحديث عن تاريخ الحركة الطلابية. قديش على مدى تاريخ النضال الوطني الفلسطيني كانت طالب الجامعات ترفض الفصائل والعمل الوطني بالطلاب. نحن نعلم جميعا بأن الكثير من القيادات التي هي موجودة اليوم على رأس الأحزاب والمؤسسات الرسمية هي خرجت من الجامعات وكانت حاضرة بقوة في مجالس الطلبة. اليوم مجالس الطلبة عم تلعب هذا الدور ولا تراجع أداها؟ يعني خلينا نقول في مرحلة ما أثناء وجود منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج وفي ساحات النضال الخارجي قبل اتفاقية أوسلو، كانت الجامعات بتشكل الركيزة الأساسية للعمل الوطني، وكانت الرافد الأساسي لكل الأنشطة الوطنية ولكل ما يتعلق بترجمة خنقول فلسفة وسياسة منظمة التحرير على الأرض في الداخل. وأنا أذكر إنه مجالس الطلبة وحركات يعني الحركات الطلابية وخاصة حركة الشبيبة الطلابية كانت تحمل على عاتقها العبء الوطني بشكل يعني بشكل بجزء كمان احنا كبير. شفنا بعض الجامعات اغلقت من قبل الاحتلال لانه كان لها دور كبير في موضوع الانتفاضه والعمل السياسي. نعم، انا عايشت هاي الجامعات في حقبه الثمانينات والانتفاضه الاولى،
وكل الجامعات أغلقت في الانتفاضة الأولى وأغلقت على مراحل يعني فترات طويلة استمرت ما يقارب 3 سنوات بعض الجامعات أو أكثر بما فيها جامعة بوليتكنيك فلسطين. هذا الرافد الأساس، هذا الجيل الواعي، هذا الجيل الشاب، هو الكنز والخزان الأساسي هو الجامعات الفلسطينية. وخلينا نقول في مرحلة، لأن الجامعات الفلسطينية أغلبها في نهاية حقبة السبعينات بدأت تمارس أو بدأت العملية التعليمية. سابقا كان أغلب الطلبة الفلسطينيين بدرسوا بالخارج، فأصبحت الجامعات الفلسطينية تتطور سريعا، المفاهيم الوطنية، الأدبيات الوطنية، كل هذا تم ترجمته في يعني في أدبيات السياسة الفلسطينية. الحركات الطلابية كانت هي يعني خلينا نقول شعلة العمل الكفاحي في فلسطين. مجالس الطلبة كانت بتشكل من أهم، والمجالس البلدية، وبنعرف في بداية الثمانينات لما تعرض مجموعة من رؤساء البلديات لمحاولات الاغتيال والإعاقة وإلى آخره، من ضمنهم بلدية الخليل وحلحول ونابلس ورام الله. أيضا مجالس الطلبة أغلبهم يعني خلينا نقول أغلب القيادات، وفي قيادات سياسية كثير اليوم في الحركات الوطنية صحيح، هي من مجالس الطلبة. يعني خلينا نقول إذا بدنا نعيد نحية الحركة الوطنية، أو بدنا نعيد، بلاش نقول نحية لأنه هي موجودة، بدنا نعيد تنشيطها ودورها الحقيقي، فالجامعات هي مكمن السر في هذا الموضوع. هون أنا يعني خلينا نقول بدي أوجه رسالة حقيقية للشباب يعني اللي موجودين هون، ويمكن بعض ما بعرفش هو يعني، بس أنا بدي أستغل الفرصة. يعني أنا عندي عندنا احنا برامج في يعني نتعاون احنا والطلاب في اعداد الطلبة وتثقيفهم في هذا الاتجاه، وبناخذ اشارات من المؤسسات ومن المدربين، اشارات منيحة جميلة جدا انه طلبتنا من المميزين في هذا المجال، في مجال الدفاع عن الحقوق والى اخره. نسبة الطالبات ضعيفة، وأنا بحمل هن المسؤولية في هذا الموضوع. يعني خلينا نقول إحنا عندنا نسبة الطالبات 57% في الجامعة من عدد الطلاب من عدد الطلبة، وإحنا على فكرة من أقل الجامعات. يعني إحنا دائما كانت نسبة الذكور أعلى، مجددا صارت نسبة هذا إشي إيجابي طبعا، إنه نسبة الإناث في ملتحقة بالجامعة هذا إشي إيجابي برضو، إنه في نسبة عالية من الطالبة من الإناث في المجتمع الفلسطيني يتجهن نحو التعليم. لا هو اليوم نسبة الطالبات في التعليم العالي أعلى بكثير، يعني بعض الجامعات تجاوزت 75%. هي تحولات في نسبة الشباب اللي بتروح على الجامعة. اليوم يعني ما فيش حد بمنع حد من يروح على الجامعة، يعني مفاهيمنا الاجتماعية طورت، بس نسبة المشاركة مثلا هنا الأهم كانت أقل. نعم، يعني أنا أذكر أنه نسبة مشاركة الطالبات 54%، نسبة مشاركة الطلاب 74%. أستاذ خليل، خلينا نستكمل هاي النقطة، بس بدي أرجع للشباب، وهذا سؤال راح يمر على الجميع والكل مطلوب أنه يجاوب من هذا السؤال، وراح نبلش من هاي الجهة من عند الصبايا. وسؤالي لكم، هل بتتوقعوا في عام 2023 أو عام 2024 يصير في انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين؟ إذا كان جوابكم بتتوقعوا بدي تشرحوا لي ليش، وإذا لا برضو بدي تشرحوا لي لا ليش طبعا لا. والسؤال الثاني، هل بتعتقدوا الفصائل جاهزة للانتخابات ولا مش معنية في الانتخابات؟ أكيد، لأنه كل ما زاد التطور لازم يصير تعاون بين الطلاب، وهيك يعني لازم الطالب يعطي رأيه والمسؤول هو كمان اللي هي ينفذ هيك، يعني فبيصير مشي مشاركة بين الطالب والمسؤول. يعني تتوقع تصير انتخابات؟ أكيد. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، هل تعتقد إنه الفصائل معنية في الانتخابات ولا مش معنية؟ أكيد إشي، لأنه الإشي بصالحها، لصالحها الانتخابات. لأنها بتزيد برضو من نسبة التعاون برضو، وبيكون إشي مفيد إلهم برضو. حيفا عوض، طالبة في بوليتكنيك فلسطين شبكات حاسوب، وإحدى سفراء العلاقات العامة في الجامعة. بالنسبة لأنه تصير انتخابات في 2023-2024، يعني الأحداث في البلد غير مستقرة، يعني ما بتقدر تتوقع بالضبط شو مثلا رح يصير بكرة أو بعد، لما تتوقع على بعد سنة. بس لنشوف نظرة الأمور في الوقت الحالي، أنا صراحة رأيي الشخصي ما بتوقع أن يصير أو يكون في انتخابات تشريعية في 23 أو في 24. بالنسبة للسؤال الآخر، أن الفصائل معنية في الانتخابات أو لا، صراحة بشوف الفصائل معنية ونشيطة في الجانب هذا، وبتحفز الشباب أو يعني
إنها كل فصيل ينضم لها أكثر، ينضم لها ناس أعداد أكثر، فبشوف الجانب هذا إنه ممكن يتطور وممكن يزداد. يعني نقول ممكن يكون الأحزاب جاهزين، لكن الظروف اللي عم بنعيشها في فلسطين قد تكون عائق أمام إنه تصير فيه. قد تكون معاكسة الظروف بالضبط، بس كفصائل بشوف إنها معنية. معنية. شكراً. سمح لي قوي، طالبة من طلاب جامعة بوليتكنيك فلسطين وأحد سفراء العلاقات العامة في الجامعة. أهلاً. نسبة للسؤال الأول، إنه هل أحداث فلسطين إنها جاهزة تخوض هيك تجربة كبيرة أو نادرة ما تحدث في فلسطين فترة زمنية زي هيك؟ أتوقع لا، وأتوقع من هون لخمس سنين يعني لقدام مش راح تكون جاهزة كفاية إنه تصير هيك عملية كبيرة في فلسطين، نظرا لسوء الأحوال السياسية، لما نحكي الأسوأ السياسية الداخلية أو للمحتل، يعني سواء إنه إحنا بيننا كشعب فلسطيني الانقسام أو المحتل نفسه مش مساعدنا إنه إحنا نعمل هاي الانتخابات. بدك تحكي لي إنه الفصائل هل هي معنية أو جاهزة؟ مش معنية. هسا ممكن أحكي لك معنية في جانب ومعنية ومش معنية في جانب آخر. يعني هي ممكن تكون معنية في إنها عمالها بتحاول تجذب الشباب الفترة الحالية، سواء على الانتخابات جامعية، انتخابات للمجلس، أي شيء. في إحنا جيل 2004 تقريبا، إحنا جيل كثير كبير في فلسطين، كلنا وصلنا لسن إنه إحنا ممكن ننتخب، لنا حقيقة الانتخاب، في عمالها بتحاول تجذبنا بجميع الطرق. فممكن أنها بتجهز بالشباب، لأنه في حال صارت فلسطين عندها قابلية أنها تعمل هيك انتخابات، تكون كل حزب من الأحزاب أو كل فصيل فيهم جمع عدد كثير كبير من التابعين له. ف يعني ممكن هيك وهيك على الجهتين تقريبا. على الجهتين. خلينا نسمع من صديقنا أيضا، بس عرفنا على حالك سمح. أحمد سلطان. بالنسبة للسؤال الأول، بتوقع أنه شغلة الانتخابات القوة في إيد الشعب نفسه، يعني لما الشعب يصير يطالب في حقوقه أنه تصير انتخابات عندنا في البلد، لو يطلع مظاهرات أنه يطالب في حقوقه في حقه في الانتخاب، بتوقع بهذيك اللحظة راح يصير انتخابات. طالما إنه الشعب مش مطالب بحقه، مش يعني أكيد يعني مش ما راح حد يهتم فيه من المستوى السياسي. إحنا شفنا في الخليل لما طلعوا ضد الضمان أو ضد غلاء الأسعار، كان في سياسات وكان في خطوات. بالضبط، يعني طول ما هو الشعب مش سائل في حقه، الحكومات مش راح تسأل. يعني الشعب بتحمل مسؤولية من وجهة نظره. بالضبط، يعني هيك من وجهة نظره. طب بتشوف الفصائل والأحزاب معنية بالانتخابات، هل هي جاهزة ولا مش جاهزة؟ أتوقع إنه يعني هذا سؤال، يعني في فصائل بتكون جاهزة، فصائل لا، كل واحد حسب شو بجهز بكون للانتخابات، وفي فصائل منقسمة على حالها أكثر من أكثر ممثل. طيب شكرا. تعرفنا حالك؟ باسل خميسي. أهلا باسل. نفس الأسئلة، كيف بتشوف؟ هل تتوقع متفائل متشائم في موضوع الانتخابات؟ السنة هاي بتوقعش إنه يصير انتخابات بسبب الظروف اللي بيعيشها الشعب، يعني من الاحتلال ومن الضغط اللي بصير علينا من قبل الاحتلال، فانه ما اعتقدش، لانه عائق دائما في وجه الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني، فبمنعه كثير من انه يعطيه الحريه الكامله في الانتخابات وانه يسوي كل شيء بده اياه. بالنسبه للفصائل والاحزاب، بتشوفهم معنيين جاهزين؟ الفصائل جاهزين، بس ما اعتقدش الكل جاهزين. يعني اعتقد انه حركه فتح ممكن انها تكون جاهزه 100% لاي شيء بده اياه الشعب، ودائما راح تكون واقفه معه في اي شيء بده اياه. اوكي، بنستكمل المقابلات مع الشباب والصبايا، بس خليني ارجع لضيوفي ونرجع لكم كمان مره. تعليقك استاذ خليل، وراح طبعا محمد. النسبه الاعلى عم بنشوف من الشباب والصبايا مش متفائلين باجراء الانتخابات، وانه الظرف العام السياسي وايضا حاله الانقسام اسباب رئيسيه في موضوع انه ما يكونش في عندنا في المنظور القريب انتخابات تشريعيه او رئاسيه. الحالة الفلسطينية حالة معقدة، يعني نكون صريحين وواضحين، احنا تحت احتلال، واحنا ايضا تحت انقسام، وبالتالي كمان يعني خلينا نقول كل جزء من الوطن له مشاكله العامة ومشاكله الخاصة. وبصراحة هذا يعني بعطي اتجاهات احباطية. يعني إحنا دائما بنقول إذا كان الإنسان يحتاج إلى جرعة يومية من التفاؤل على مستوى العالم، فالفلسطيني بحاجة إلى ثلاث جرعات، خمسة ستة بعدد الصلوات، حتى يستطيع أن يستمر وأن يبقى دائما متفائل. وهذا لا يتأتى إلا عبر فلسفة التحدي، إنه أنا موجود هون
بتحدى كل ظروف، يعني كما قال درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة، مش لأنه عندنا أنهار وعندنا خضرة وعندنا رفاهية، لا، لأنه هذا الوطن يستحق، يستحق أن نعاني من أجله، يستحق أن نثبت على أرضه، يستحق أنه نتعرض إلى كثير من العذابات لأنه يستحق. والوطن ليس أغنية بقدر ما هو خلينا نقول عراق يومي. فلما بيجي نحكي مع الشباب لديهم طموحات، لديهم آفاق، لديهم آمال، لديهم حياة خاصة بده يبنيها، لديهم طموح وطني حاب يعيش في جزء من في 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 وطن يرفل بالسعادة وإلى آخره. كويس، فهذا بعطي دوافع، للأسف كل هذه تعطي دوافع إحباطية ما لم زي ما قلنا يكون لدينا لقاح من التفاؤل مبني على فلسفة التحدي أننا سنبقى في هذا الوطن. أنا لا أؤمن بأن الانتخابات وإن كانت في غاية الديمقراطية والنزاهة هي قد تساهم في أنه نشارك قدراتنا، لكن ليست هي الحل السحري للتخلص من عبء الاحتلال. نعم، أكيد هي ليست الحل السحري للتخلص من الاحتلال، لكن كثير عندنا مشاكل داخلية كمان، إحنا بحاجة لتجديد مؤسسات وبحاجة لاختيار ممثلين وبحاجة لاختيار من يتحدث باسمنا. محمد، أيضا سؤال لك، هل أنت متشائم متفائل بموضوع أنه يصير في انتخابات في القريب العاجل 2023 أو 24، وهل بتشوف الأحزاب والفصائل المعنية؟ طيب، يعني احنا متفائل ومتشائم في نفس الوقت، متشائم يعني انا بدنا نتطلع على الواقع اللي احنا بنعيشه، يعني في ظل الظروف اللي بتكون موجودة حاليا في جنين وفي نابلس وفي معظم محافظات الوطن، لما يكون في احداث واقتحامات واغتيالات وحالة زي اللي حابين نشوفها في جنين وفي كل المناطق، اكيد مش راح اجي انا اعرض مشروع انتخابات بغض النظر عن اي فصيل كان، وبغض النظر انا مين بدي الفصيل اللي يكون يمثلني في الشعب الفلسطيني. يعني انا عندي حلم، بس في الاحلام العاديه اللي بتكون خصني انا كمحمد او كاي مواطن موجود في، بتكون عندي عوائق ما بقدر اتجاوزها لتحقيق حلمي. يعني حلمنا يكون في عنا انتخابات ونتمثل كشباب وكفصائل، وحلمنا يكون في مين يمثلنا في المؤسسات ونعيد ترتيب هاي المؤسسات بالفئة العمرية اللي احنا بدنا اياها وبالفئة العمرية اللي اكبر منا وبتمثيل المرأة داخل هاي المؤسسات، ونكون يعني مثل باقي الشعوب في ترتيب مؤسساتها. حلمنا هذا الجانب اللي انا بتشائم فيه، انه ما بتراهن على المحتل انه شو ممكن انه يعمل معك خلال المرحلة اللي انت بتكون رايح فيها للشعب الفلسطيني ليختار ممثله. واكيد زي ما تفضلوا طلابنا انه الشعب، يعني هاي ارادة الشعب هو اللي بيختار فيها، مش مجموعة معينة. يعني أنا نفسي مثلاً إنه فتح تكون هي الممثل في المجلس التشريعي، وغيري ممكن نفسي يكون فصيله هو الممثل. للحديث عن فتح وباقي الفصائل، كيف تشكلتكم في البوليتكنيك وكيف كانت آخر نتائج؟ يعني إحنا زي ما تفضلت أنت، بدي أعقب على هذا الموضوع، إنه في الضفة بتشوف كافة الألوان موجودة في كافة الجامعات وفي كافة الشوارع والمؤسسات والجمعيات والهيئات. يعني في جامعة بوليتكنيك فلسطين صارت الانتخابات وحصدت حركة الشبيبة الطلابية كتلة شهداء الأقصى على 21 مقعد من أصل 41، الكتلة الإسلامية حصلت على 19 مقعد، وإخواننا في القطب الطلابي حصلوا على مقعد واحد، وتم تشكيل مجلس اتحاد الطلبة من حركة الشبيبة الطلابية. وأكيد ما زالت الأجواء داخل أسوار جامعة بوليتكنيك فلسطين في تفاهمات عالية بين الأطر الطلابية، النشاطات قائمة، ما في إطار طلابي أو مجلس اتحاد الطلبة بقف في وجه أي إطار طلابي كان حينما يطلب منه نشاط، بالعكس في موافقة وفي تنسيق بين مجلس اتحاد الطلبة والأطر الطلابية وعمادة شؤون الطلبة في الحرية أي إطار طلابي. طبعا في معظم الأمور الوطنية اللي بتخص الوقفات والاحتجاجات بكون هناك من حركة الشباب الطلابي والكتل الإسلامي والقطب الطلابي موجودين مع بعض، بس احنا هذا المشهد حابين نشوفه، يعني حابين نشوفه في غزه زي ما تفضلت بعد الانقلاب اللي صار، وليس الانقسام اللي صار في غزه، اكيد حابين نشوف انتخابات في جامعات الازهر وجامعات الاقصى، حابين نشوف في المؤسسات والنقابات اللي بتصير في الضفه الغربيه، حابين نشوفها، حابين نشوف انه في تعاون بين ابناء فتح وحماس في غزه زي ما بصير في الضفه.
هذا احنا كنا عايشناه وحابين نشوفه. حاب اشوف انه انا لما انزل على غزه ما اكونش خايف ان انا نازل على غزه. كل مش بس محمد، كل الشعب الفلسطيني وكل الضفه الغربيه حاب تشوف هذا المشهد في غزه. نعم، بدي ارجع كمان مره للشباب والصبايا ونفس السؤال، بالنسبه لهل انتم متفائلين او متشائمين في موضوع الانتخابات عام 2023 و24، وهل بتشوف الفصائل جاهزه ومعنيه ولا لا؟ خلينا نبلش من عند الشباب. ماريا حمام ريم من جامعة بوليتكنيك فلسطين، تخصص تمريض. أول إشي، أنت لما بدك تحكي عن فلسطين بدك تحكي عن بلد كاملة، تمام؟ مش بشكل جزئي. يعني مثلا الضفة نحكي أنها عندها قابلية أكثر وتفهم أزود أنها يصير فيها انتخابات، تمام؟ لكن بدك تروح على القدس، أتوقع أنه أهل القدس ما في عندهم مانع لأنهم فعليا بصيرش عندهم انتخابات اصلا، تمام. في غزه يعني بتوقع انه يصير خلل هناك. ان في بس انا عندي اوضح لك نقطه، انه في 2006 و2005 صار في القدس 5000 مقدسي يحق له الانتخاب وفقا لاتفاق اوسلو. الاحتلال في العام 2021 منع اجراء الانتخابات في القدس، وبالتالي كان قرار من الرئيس بتاجيل الانتخابات الا بعد موافقه الاحتلال في القدس. بس هاي للتوضيح يعني. ما هو الحين بس حاليا ما بصير. فانت لما يكون في رفض أو شيء ناقص مستحيل إنه يصير انتخابات، وفي الوضع الحالي في ظل الانقسام مستحيل يصير انتخابات، وما بنتأمل أصلاً إنه يصير انتخابات. الفصائل بتشوفيها معنية جاهزة؟ لا. مش معنية. مش معنية لأنه كل واحد عارف إنه في جزء ما مرفوض، سواء فتح ولا حماس، عارفين إنه في جزء من الشعب لا بأس به أو شريحة معينة رفض وجوده، فهو حفاظاً على مصلحته مش راح يقبل انه يصير انتخابات. يعني لو معنيين بيسووا. صديقي، لو معنيين الفصائل بتسوي انتخابات، شو رايك؟ سيف ابو عريم، تخصص علم نفس. اولا بخصوص هذا الموضوع اللي هو عندنا ضغط الاحتلال الاسرائيلي على السلطه الفلسطينيه انه عدم وجود انتخابات، وفي الحاله هاي مش ممكن يصير عندنا انتخابات رئاسيه، لانه اغلب الشعب بده، ولكن السلطه الفلسطينيه مع الشعب في هذا الموضوع، مثل ما صار عندنا في 2021 انه كان حيكون في عندنا انتخابات، ولكن ضغط الاحتلال على السلطه الفلسطينيه انه ما يكون في عندنا انتخابات. هذا بخصوص موضوع الانتخابات. اما بخصوص موضوع اللي هو شو اسمه الفصائل انها جاهزه او لا، في بعض الفصائل ممكن تقول انها جاهزه، في بعض الفصائل تقول انه لا. مثل ما حكت اختي ماريا انه في بعض الفصائل مثلا يعني شريحة من الناس ما بتعجبهم الفصيل معين، فمش راح انه يدخل الانتخابات لانه راح يشوف حاله خسران، ممكن يخسر فيها، فانه بقول لك انه انا اضل بدون انتخابات بكون افضل له. شكرا. صديقنا، تعرفنا حالك في البداية. يسعد اوقاتكم. محمد القدسي. موضوع الانتخابات صراحة أنا متفائل في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لأنه الحالة اللي بنجسها في الشارع وبنشوف الإقبال الكبير على انتخابات البلديات، انتخابات مجالس اتحاد طلبة، الشعب عنده حب لهذا الموضوع وفي إرادة، فبتهيأ لي إذا صار وإن شاء الله في الأيام القادمة يعني بيصير انتخابات رئاسية وتشريعية وما إلى ذلك، فبنلاقي حالة إقبال كبيرة من الشعب. تمام. بالنسبة للفصائل، يعني تهيأ لي حالة الانقسام اللي بعيشها بعض الفصائل ممكن أنها تسمح لها ما تنزل للانتخابات هاي، أو هي بتحاول تأجل الموضوع أو تموته لحين ما تعيد حالها لأنها توصل للمرحلة هاي. من وجهة نظري أنا شايف مثلا أن حركة فتح جاهزة لخوض انتخابات، وأي انتخابات كانت رئاسية كانت تشريعية كانت مجالس اتحاد طلبة شو ما كانت دائما حركة فتح جاهزة، ولكن نستنى بس احنا بدنا نشير انه حركة فتح في اخر انتخابات كانت لو بدها تصير في 2021 ثلاث قوائم نزلت عن حركة فتح مش قائمة واحدة، وهان كان بجوز في اشكالية في موضوع انه فتح ما كانتش موحدة في موضوع الانتخابات. بس كنت اسألك سؤال اخر، كونك يعني حاسك متفائل في موضوع هل تتفق او لا تتفق مع قرار تأجيل الانتخابات بسبب رفض الاحتلال اجراءها في القدس؟ لا اتفق طبعا، لانه انتخابات بدون القدس خط احمر. يعني تتفق مع قرار تاجيل الانتخابات؟ بالضبط، لانه منعت من باعتبار القدس عاصمتنا الاولى والابديه، وفيش مجال ولا كلمه بعد هيك انه مستحيل تصير انتخابات بدون القدس وبدون قطاع غزه. فلسطين من اولها الى اخرها ومن البحر للنهر. شكرا احمد. نسمع من الصبيه، بس عارفين حالك اذا سمحتي، احنا الوقت طبعا بداهمنا، عارفين حالك ونفس السؤال، شو رايك؟ ساره زيتون، طالبه تمريض في البوليتكنيك. اهلا ساره.
بالنسبة أني متفائلة أو متشائمة، فأنا ما بتوقع أنه يصير انتخابات، لأنه الاستقرار الأمني اللي في فلسطين مش موجود حاليا، سواء كان بغزة بالضفة حتى بالقدس. إذا بده يصير انتخابات لازم تصير فلسطين كاملة، 27,027 كيلومتر مربع كلها بدها تنتخب، كلها بدها يعني تشارك وتكون يعني يكون لها دور في هذا العرس الديمقراطي اللي يصير. بالنسبة للفصائل، في فصائل جاهزة وفصائل لا، يعني في فصائل مثلا مش موجودة في الساحة نهائيا، كيف بدها تنزل الانتخابات هاي؟ فلا، الفصائل في منها جاهزة وعلى أتم الاستعداد، وفي فصائل بالمرة مش موجودة. شكرا للشباب والصبايا. يعني احنا الوقت كثير عم بداهمنا، بس بما انك مسكت الميكروفون راح اعطيك مجال انك تجاوب نفس الاسئله. بتشوف انه اهلا تفضل. انا شايف انه من هون لسنه سنتين يعني كحد ادنى ما اظن انه راح يصير في انتخابات في الساحه هون، بسبب انه الظروف على الاحتلال وكذا ومخيم جنين ونابلس، احنا مش كفيلين انه احنا ننسى اللي بصير ونروح انتخاب وكل قائمه تنزل بالوضع الانتخابات وننسى اللي بصير. وكمان منحكي انه الفصائل هل انها تكون مستعدة ولا لا، بتوقع انه الضفة بتفرق كتير عن قطاع غزة، والديمقراطية اللي بتصير بالضفة كفيلة انها تحكي مين المستعد ومين المش مستعد، بانه احنا نكون جاهزين واقعين للديمقراطية الحقيقية الصح اللي بتصير. اما بقطاع غزة ما اظن انه يصير في انتخابات على مستوى مجالس اتحاد طلبة، فكيف بده يصير فيها انتخابات على مستوى تشريعي؟ يعني احنا نحكي كعمر 19 20 21 سنه في الضفه الغربيه الا ما يكونوا مروا بانتخابات على مستوى مجالس اتحاد طلبه، لكن في القطاع هل في هذا الشيء؟ اكيد لا. يعني هاي دائما الاسئله احنا اللي بنطرحها، واجبنا احنا كمان كاعلاميين نطرحها، واجب الجهات المسؤوله في قطاع غزه ان تجد اجابه لهذه الاسئله بخصوص اجراء الانتخابات الطلبه وكذلك الهيئات المحليه في قطاع غزه والنقابات والى ما ذلك. بدي اختم هذه الفقره مع صديقنا، تعرفنا حالك السماح. اسم محمد ديبه. هلا بالنسبه للسؤال الاول انه بتوقع انه يصير انتخابات ولا ما يصيرش، فانا بقول لك اكيد مش راح يصير، لانه الانتخابات اذا بدها تصير بدها تصير مصالحه، وما دام فتح متمسكه وحماس متمسكة عمره ما راح يصير مصالحة أبدا. وكمان شغلة، عشان يصير في انتخابات بده يكون في سلطة تشريعية، والسلطة التشريعية لغزة وللضفة، ووجود سلطة تشريعية على الفصائل هذا بضايقها، بضايق الفصائل، بما أنه يعني رواتب القيادات هنا شغالة وراتب القيادات هناك شغالة، فالسلطة التشريعية راح تضايقهم وهم مش راح يقبلوا فيها. ثانيا بدنا نحكي كمان برضو عن تطرق ل 2006 عشان اقول لك ليش حكيت الحكي هذا. في 2006 يوم صارت الانتخابات وحماس اخذت، سمتها حسم، حماس سمتها حسم واستولت على غزه. في غزه الحين فيش شيء اسمه غاد الا حماس. ليش؟ بالقوه. بالمقابل هان كمان زي ما بنشوف مسموح فيه ديمقراطيه، احنا بنحكي فيه ديمقراطيه، بس هي الديمقراطيه اسما وليس فعلا، واذا صارت فعلا بصير في مضايقات بالنسبة للاعتقال السياسي، وموجود هو في الضفة كذلك. يعني موجود في غزة. من كلامك إنه فتح وحماس تتحملان مسؤولية إجراء. أكيد طبعًا. أكيد طبعًا. لأن أنا بقول لك طول ما هم الاثنين هذا متمسك وهذا متمسك مستحيل يصير مصالحة، وما دام فيش مصالحة مستحيل يصير في انتخابات. هذا بالنسبة لإيش؟ لسؤالنا إنه إذا في انتخابات ولا فيش انتخابات. بالنسبة للأحزاب كمان بكل بساطة بحكي لك، الفصائل قديمًا كانت تشتغل ليش؟ عشان الشعب، كانت تشتغل عشان الشعب، وكانوا هم عبارة عن مجموعات يدافعوا عن الشعب ويسعوا للتحرير. اليوم فيش شيء اسمه الدفاع عن الشعب. اليوم الشاطر اللي بده يبين قوته أنه أقوى بطلوا يشتغلوا للشعب زي زمان، وكمان رواتبهم زي ما قلت لك شغالوا، كل واحد راتبه شغال، مش معني يصير تجديد من الآخر يعني. وشكرا. بدي أشكرك صديق، وبدي أشكر كل الشباب والصبايا، وللأمانة كانت مداخلات يعني فيها الإثراء وفيها الرأي، وإحنا دائما بنحكي إنه الشباب إذا ما أعطي الفرصة بيعبر عن رأيه بكامل حرية. يعني في آخر مداخلة لصديقنا كان واضح إنه بقول لك طرفي الانقسام فتح وحماس بشكل أو بآخر بتحملوا المسؤولية، وإنه الفصائل اليوم لم تعد تنظر باهتمام بالنسبة لقضايا الشباب. هانا بدقيقة أخ محمد وأستاذ خليل، بدي أنهي معكم هذه الحلقة. برأيك ما هو المطلوب من أجل أن يكون هناك انتخابات في القريب العاجل؟ أستاذ خليل معك الإجابة. والله سؤالك يعني
بده تروح الدكتوره احنا ذيك الوقت عبد حسن بس باختصار باختصار المطلوب ان يكون هنالك تقديم للمصلحة الوطنية العامة والتنازل عن المصالح الفئوية والحزبية، هذا مهم جدا. مطلوب إنجاز مصالحة وطنية، لأنه هاي مهمة مش فقط للانتخابات، مهمة لقضيتنا الوطنية بشكل عام، مهمة لصورتنا في العالم. احنا بنسافر، اختلفت صورتنا في العالم ما قبل الانقسام وبعده. مهم جدا أن يكون في هناك مشاركة شبابية برؤية. احنا بنعرف يعني كلما تقادمت العقلية وطال عليها الزمن يتمرن الإنسان على ما ألف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. الشباب كانوا حديثي عهد بالكفر والشرك، الختيارية كانوا قد مارسوا الشرك سنينا طويلة. إذا أعطينا الشباب دور بتجاوزوا كل هذه الخلافات، ما فيش أحقاد. هاي إذا أعطينا الشباب دور يتجاوز كل هاي الخلافات. محمد، اليوم أيضا بأقل من دقيقة، برأيك شو المطلوب للخروج من الحالة اللي إحنا عم بنعيشها؟ طبعا أكيد اللي مطلوب وحدة حال. أنا زي ما تفضل أبو سامح الأستاذ خليل عمر إنه نصرته بالشباب، والشباب هو يعني نبض الشارع الفلسطيني كله ونبض الحالة الفلسطينية. أنا ما في عندي مشكلة أن يكون في وحدة حال وما يكون في مصالحة. أنا بحط إيدي في يد أخوي بغض النظر عن انتمائه أو رأيه أو فكره، ما دام بصب في المصلحة الوطنية، ما دون ذلك مستحيل. أنا بغفر لكل إشي يسمى فلسطيني ما دون أنه يتعدى على فلسطين، فقط فلسطين، ما دون ذلك يغفر. إذا وصلنا لهاي المرحلة، وهي أكيد متعمقة في كل الشباب الفلسطيني، إنه ما في عنده مشكلة يضع إيده في إيد أخوه الفلسطيني للمصلحة العامة، مصلحتنا اللي هي تحرير فلسطين، ما دون ذلك خلينا نقول نتغاضى عنه. إذا بدنا نطلع لمصالح شخصية أكيد ما راح نصل للانتخابات، أو ما راح نصل للانتخابات التشريعية اللي إحنا بنترجاها. نعم، بشكرك محمد أبو دبوس رئيس اتحاد مجلس طلبة جامعة البوليتكنيك، شكرا لك على هذه المشاركة، والشكر كذلك موصول للأستاذ خليل عمر عميد شؤون الطلبة في جامعة البوليتكنيك، وشكرا أيضا الشباب والصبايا هنا معنا في هذه الحلقة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء. أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات.